يسعد صباحكم عن جديد. الفقرة القانونية لها حصة كبيرة ببرنامجنا الصباحي، وأكيد هدفنا منها زيادة الوعي والمعرفة عن جمهورنا بكثير من المواضيع يلي بتهم حياته اليومية. اليوم نور أكيد رح نتعرف على العلامة الفارقة ونعرف شو هي وشو شروطها. كل هاي المعلومات وأكثر رح يقدم لنا إياها المحامي الأستاذ أحمد عبد القادر شلهوب. صباح الخير أستاذ، وأهلا وسهلا فيك معنا لليوم. يسعد لنا صباحك وأهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن العلامة الفارقة، خلينا ناخذ من حضرتك شو بنقصد فيها. العلامة الفارقة عرفها القانون رقم 8 لعام 2007 بالمادة 2 منه، قال إنه هي كل شارة تمكن من تمييز منتج أو خدمة لشخص طبيعي أو اعتباري. قد تتألف هي العلامة على سبيل المثال وليس الحصر من أسماء وسمات ورموز نقوش صور أي شيء، حتى الألوان بتدرجاتها ممكن تشكل علامة فارقة. يعني أي شيء يكون مرئي، فاشترط القانون أن تكون علامة مرئية، فلا يمكن أن نسجل علامة فارقة هي علامة مسموعة أو مثلا في اللمس، على الرغم أنه بعض القوانين مثل قانون دولة الكويت سمح بتسجيل علامة اللي هي علامة بتكون هي يعني مو الملمس، هي قطعة موسيقية صارت علامة فارقة. ولكن نحن القانون عطى موضوع التأليف والإبداع الفني له بقانون آخر، موضوع الملكية الفكرية. أوكي. طب أستاذ خلينا نوضح أكثر شو هي الشروط للحصول على العلامة الفارقة بطريقة صحيحة بعيداً عن التقليد أو حتى أخذ أفكار من الآخرين. هلأ القانون وكل دول العالم أكدت على مبدأ عام، يجب أن تكون العلامة جديدة ومبتكرة. يعني الجدة والابتكار هو سمة أساسية بالعلامة الفارقة. فأنا وقت اليوم بدي سجل علامة فارقة، أول شيء لازم اختار هذا الشكل أو هذا اللون أو هذا الاسم واتقدم فيه باستمارة عن طريق وكيل معتمد أو عن طريق محامي أو ممكن لحاله يقدم الشخص، فبيتقدم بهذا الطلب لمديرية حماية الملكية. أو هذا الطلب في له بقى إجراءات هون شروط. إجراءات الطلب بقى. هلا شو هي الإجراءات اللي نعملها قبل ما نروح نتقدم بهذا الطلب؟ أول شيء لازم هاي العلامة ما تكون مخالفة للقانون والنظام العام أو الشيء اللي مانعته الدولة السورية أو أي دولة مثلاً بالعالم مانع أمور معينة. ما بيصير العلامة تكون فيها إشارات وأعلام دول أجنبية أو حتى سمات ورموز أجنبية أو حتى أمور متعلقة بأماكن دينية بحتة. اثنين، ما بيصير العلامة الفارقة تكون مساوية أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها أو لعلامة مشهورة. وهون القانون بالمادة 44 بنفس القانون رقم 8 لعام 2007، العلامة المشهورة إلى شروط نص عليها الاجتهاد، هو يعني وحاليا هي المشغول فيها المعمول فيها حاليا. ما بيصير أنه العلامة تكون أي علامة أقول أنها أنه مشهورة، لازم ننظر إلى بداية شهرتها وفق الجمهور المعني. أنا بدي علامة بسوريا الآن، بدي أدعي إنه بشهرتها لازم تكون هالعلامة مشهورة ضمن الجمهور اللي موجود بالجمهورية العربية السورية. اثنين، حجم الدعاية، قديش فيها الدعاية هي. ثالث شيء، التسجيلات في دول تانية، العلامة المشهورة بتكون مسجلة بدول كثيرة. فكل هاي أسس بياخذها فيها القضاء، ما نص عليها القانون حرفيا، ولكن القضاء بتوصيات كمان من الوايبو، هي الوايبو هي يعني المنظمه العالميه للملكيه الفكريه، اعطت توجيهات ممكن ياخذ فيها القضاء. فهي الشروط اللي لازم للعلامه قبل ما انا سجلها تكون فيها. اثنين، كمان ما بصير انا اروح سجل علامه فارقه هي مشابهه لاسم شركة تقليد، يعني هذا صار تقليد. هلا التقليد بننتقل عليه، لانه انا بداية ما بصير انا اروح اشوف اسم شركة واروح اقدم هذا، لكن في شرط انه يخلق التباس، لانه وظيفة العلامة هي تمييز المنتج بين نفس المنتجات من غير اللي عم ينتجها. فانا علامتي لازم تكون تميزني عن غيري، لانه هي مستقبلا رح تكون احد اصول عملي اكيد والى قيمة عالية، مثل طبعاً. هلا حاليا في علامات قيمتها فوق ال 500 مليار دولار. صح، اوكي. نحن ما راح نسمي مشان ما يصير دعايه، فهي هي العلامات الفارقه. وهي هدول بالذات بحس انه حتى لو حكينا اسمائهم ما بقى دعايه، يعني هن خلص صاروا يعني عندك مثلا مثل اي شيء نحن بنتعامل معه. هلا علامه بي ام وكوكا كولا 500 يعني مليار دولار، فما بيجي واحد يساوي يعني من كذا شرط لازم الواحد يدير باله عليهم قبل ما يقدم يسجل العلامه الفارقه. وبعد هيك هي العلامة
إذا حازت على الشروط اللي نص عليها القانون فممكن يحصل على شهادة بحماية مدة 10 سنوات. طيب أوكي، أي شخص راغب على الحصول على العلامة الفارقة لازم يتوجه لأحدى هاي الأماكن لحتى يحصل عليها. طيب في حال واجه صعوبات عقبات، شو ممكن العقبات اللي تواجهه اللي هو الأشخاص اللي راغبين ليحصلوا على العلامة الفارقة؟ ممكن أي شخص يتقدم هو بيحصل عليها فورا ولا ممكن يواجه بعض العقبات؟ ممكن هلا كون الإنسان العادي مفكر حاله أنه هو جاب اسم إكس مثلا وحطه بشكل معين انه خلص انا راح اخذها، لا، لانه في كثير امور لازم ناخذها بعين الاعتبار ومن ضمنها الشروط القانونيه اللي نص عليها القانون. فمثلا في عالم بتسجل كلمه معينه ممكن الاداره تقول له لا هي الكلمه مو صحيحه، قيم منها الحرف او هذا الشكل مشابه له. ما بيصير انا اسجل علامه مشابهه لنموذج محطوط بالأسواق، لأنه ممكن حتى تكون العلامة الفارقة هي شكل. تمام. أوكي. يعني طب أستاذ أنا هون عندي سؤال، فلنفترض أنه مثلاً جيت أنا بدي أعمل ماركة باسمي، أوكي، وأنا رحت لعند الأشخاص المسؤولين عن هذا الموضوع وقدمت أنه أنا بدي هاي الماركة بغض النظر عن المنتج اللي أنا عم حط عليه هذا الاسم، بدي إياها باسم جودي. هلأ هون بيقولوا لي أنه في كتير براندات أو في كتير ماركات أو في كتير مواد تانية أخذ هذا الاسم، أنا هون كيف بحتال على الموضوع لحتى أخذ هذا الاسم، خاصة إذا كان الموضوع شخصي؟ يعني أنا هون بلعب بالشكل تبع اللوجو أو باللون تبع اللوجو أو بكمالة المعنى تبع لوجو، مثلاً جودي للمواد الغذائية فرضنا، أو مثلاً جودي للصناعات الكهربائية أو لو الأدوات الكهربائية، هيك أنا فيني أخذ الاسم أو لا بيبقى ملكية الاسم للشخص اللي هو أخذه قبل؟ لا، بداية نحن ما بنسميه أنا أحتال، أنا بتبع الأصول القانونية. لا أنا ما قصدي إنه احتيال، أنا قصدي جودي. لا أنا قصدي بالاحتيال. لا أنا بتبع الأصول القانونية بتسجيل، مو بالضرورة إذا سجل إكس من الناس اسم معين على فئة معينة، لأنه العلامات الفارقة في فئات إلها حددتها هي اتفاقية نيس، أنه أنا هالفئات مثلا المواد الغذائية غير المواد الصناعية، مثلا غير المواد الكهربائية. فإذا كان لا يخلق التباس في ذهن الجمهور، الجمهور المعني، فأنا ممكن أخذ أحطها على الثياب. ولكن إذا أنا بدي استمد، هلا هي الإدارة بتقدر هذا الموضوع، استمد من شهرة هالعلامة مجد وجيبه لحالي بأقل الأثمان، هذا لا يمكن. تمام. طيب وإذا تم التقليد، إذا فينا نقول بحال مثلا فتحت جودي البراند اللي هي بدها إياه أو الاسم اللي اختارته، أنا حسيت إنه بيشبه لوجو إلي، أنا كيف بدي أقدم شكوى؟ أنا كيف بدي أقول إنه مثلا هي سرقت هذا الشيء مني أو هو قريب من الشيء اللي أنا عاملته، ممكن تسرق جمهوري أو الناس اللي بيشتروا من هذا المكان لإلها هي؟ هلا وقت اللي بتتسجل العلامة الفارقة يتم نشرها بجريدة اسمها جريدة حماية الملكية. فلنفرض أنا لقيت هذا الاسم ممكن يأثر علي، فأنا بحق لي الاعتراض أمام مديرية حماية الملكية على هذا التسجيل، ومن ثم كمان إذا المديرية اللي حتشوف أقوالي وأقوالك أنت صاحبة العلامة ولح تقدر ومتطالع قرارها، كمان قرارها قابل للطعن خلال 30 يوم. معنا فتنا بمحكمة لحد الآن لسه ما وصلت للمحكمة، لأنه في شيء اسمه اللجنة المختصة كمان بمديرية حماية الملكية هي اللي بتقدر هذا الشيء، والقرار الصادر في من الحماية قابل للطعن أمام محكمة مختصة هي المحكمة التجارية. الآن ممكن مرق التسجيل ومرقت المدة القانونية، أنا ما عاد أحسن، أنا خلال 5 سنوات يلي بيكون مسجل من أقدم على تسجيل علامة هي أنا سبق استعمالها، أنا مستعملها ولكن مالي مسجلها. تمام؟ وراح هو سجل، فأنا من حقي خلال 5 سنوات إنه أنا أتقدم بدعوى. بقدر؟ لكن لأنه إلي الحق بشطب هذا العلم. ليش؟ القانون أقر مبدأ هو التسجيل هو له أثر كاشف للعلامة الفارقة وليس منشئ لها. العلامة الفارقة لمن ابتكرها؟ لمن استعملها؟ لو ما كانت مسجله، لو ما كانت مسجله. طب انا فيني بيع العلامه الفارقه انا بعد ما عملت، بعد ما سجلتيها سجلتها وجهزتها في بقدر بيعها مثلا؟ طبعا بتقدر تبيعيها، والقانون نص على هذا الموضوع. بتروح بتتنازل عنها بالطرق قدام مديريه حمايه الملكيه وبتتنازل عن ملكيتها مثل اي شيء ممكن يتم التنازل عنه. طب استاذ احكي لنا شو هي اكثر القضايا اللي بتجي لعندك على المكتب بما يتعلق بالعلامه الفارقه او العلامه التجاريه؟ هلا ينقسم الموضوع الى قسمين، قسم كانت العلامة الفارقة قبل 98 كان ممنوع تتسجل أي علامة فارقة إلا باللغة العربية.
بعد 98 سمح على تسجيل العلامة الفارقة باللغة الأجنبية. فأضحى هناك بعض الناس من ضعاف النفوس، هم يعتبروا قراصنة، فأخذوا من الأسماء الأجنبية وادعوا بملكيتها. فكانت الشركات الأجنبية تجي تحارب وتدافع عن حقوقها بهل، فهم نرفع دعوة اسمها دعوة شطب للعلامات الفارقة. الموضوع الأكثر عملاً هو الموضوع اللي بيكون فيه تقليد للعلامة الفارقة، اللي عم نشوفه كتير هلأ حالياً. عالم كتير بتقلد علامة فارقة، فهذا الموضوع بيلجأوا فيه للمحاكم الجزائية، والآن العقوبات رادعة وقوية، يعني عقوبات جنحية الوصف، وكمان في غرامات كبيرة. شو هي العقوبات؟ هلأ العقوبات عندك في تتراوح بين 3 أشهر والسنتين حبس، والغرامات في مرات غرامات توصل لمليون ليرة، يعني على وفق حسب العلامة التجارية. لا حسب الفعل اللي تم. أنا قمت علامة نسختها مثل ما هي، هذا موضوع كتير خطير. أنا غيرت بعض الأسماء، مثل أديداس عم يحطوا لك أديباس مثلا، هذا يعني هذا بشكل، أو الثلاث أهرامات بيحطوهم بشكل مخالف، هذا اسمه تقليد العلامة الفارقة، مختص في الموضوع الجزائي. يتقدم الواحد بيروح لمديرية حماية الملكية بعد ما يقدم معروض للنيابة العامة لمديرية الحماية. مديرية الحماية بتشكل مثل ما بنقول نحن دورية، بتروح تتقصى بالأسواق مين هن اللي عم يقوموا بها فعل التقليد، تنظم الضبوط، ومن ثم تحيل الضبوط إلى النيابة العامة ليصار إلى تحريك دعوى الحق العام ضد هؤلاء الأشخاص أمام محكمة بداية الجزاء بالجرم المتوافق مع العمل الفعل الذي قاموا به. طيب خلينا نحكي عن علامة فارقة. ممكن بعض الأشخاص في عندهم علامات فارقة قديمة وصار بدها تحديث أو تجديد ضمن الشروط الجديدة اللي بوقتنا هلا؟ طبعا بحق له، يعني في علامات استعمالها الطويل خلق لها نوعية من المعرفة عند الناس، فبحق له أنه هو يروح يسجل. الأمر مفتوح، ولكن ما حب يسجل راجع له. ولكن تسجيل العلامة الفارقة هو من أبسط الأعمال التي يعني يقوم بها التاجر. من ليش؟ لأنه بده يحمي حماية له، حماية لجهده، لأنه بلحظة معينة ممكن أي إنسان يجي ويسرق هذا الجهد ويدخله في متاهات التقاضي، لا سيما إذا مرت الخمس سنوات. وبعد مرور خمس سنوات بحق له أنه يعني حق للإنسان بعد مرور خمس سنوات أن يدعي بأسبقية استعمال العلامة وابتكارها، ولكن يجب بهذه الحالة أن يثبت سوء النية أنه هذا الشخص كان يعلم أن هذه العلامة عائدة لي، وعلى الرغم من ذلك قام بتسجيل. طب كمان استاذ تعقيبا على سؤال نور، في حال الشخص عنده العلامة التجارية وسجله، هو قرر هذا الشخص يغير اللوجو تبع هاي العلامة التجارية، مفروض يرجع يسجل اللوجو الجديد او هاي العلامة الجديدة، او لا منضل على التسجيل العلامة القديمة؟ هلا وفق هو شو اللي بده، هل يا ترى التغيير كثير رح يكون مثلا بده يضيف لها كلمة بده يضيف. هذا انا برايي انه لازم يقدم يحميها، لانه هاي الحماية دائمة موجودة، بيحميها مرة تانية، والأفضل يعني إنه هذا الشكل يرد يحميه مرة تانية، لأنه بده يقدم طلب ويرد يعدل فيه، يعني الأفضل إنه يكون يحميه. سريعا جدا كمان عندي سؤال، في حال المصمم تبع هاي العلامة التجارية قدم هاي الفكرة لصاحب العمل وأخذها مثل ما هي من دون مكافأته على إتعابه أو من دون ما يعطيه أجوره، سرقة أو حط اللوجو تبع شركته، كيف ممكن مصمم هذا اللوجو أو هاي العلامة التجارية يقدر يحصل على حقوقه من صاحب الشركة؟ هلا هون أضحى الموضوع مختلف تماما عن موضوع العلامة الفارقة. أضحى الموضوع هو عبارة عن عقد أنا بيني أنا كشخص مصمم وبين صاحب التاجر، فأنا رحت رسمت له هذا هاي الرسمة أو ابتكرت له إياها، لكن بداية بناء على تكليف منه. فأضحى الموضوع عقد ما لم يدفع لي أتعابي، فهذا موضوع آخر اختص فيه القانون المدني، بيرفع دعوة فيه أمام القضاء المدني. يعني أنه هذا عقد بينه وبينه مختلف عن الآلية اللي قامت فيه موضوع العلامة الفارقة. صحيح. بالختام ما ضل غير نتشكرك ونتشكر المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله كل الاشخاص اللي عم يحضرونا يكونوا استفادوا منها. يعطيك الف عافيه. يا اهلا وسهلا. شكرا كثير لك استاذ ويسعد لي صباحك. يا اهلا وسهلا يا